يواصل مؤتمر الكويت الرابع لمكافحة الجرائم الإلكترونية أعماله لليوم الثاني والأخير بمشاركة نخبة من المتحدثين في مجال الجرائم الإلكترونية والأمن السبراني. ويناقش المؤتمر الذي ينظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية أحدث الحلول والاستراتيجيات التي تعزز أمن المعلومات واستقرار المنظومة الإلكترونية. مؤتمر الكويت الرابع لمكافحة الجرائم الإلكترونية الذي ينظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية يهدف إلى نشر الوعي السبراني وتسليط الضوء على أهم المخاطر والآثار السلبية للجرائم الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات القطاع الحكومي والخاص وسبل منع انتشارها. من عنوان المؤتمر الجرائم الإلكترونية وهذه النسخة الرابعة له دائما نركز على الأمور والمحاور اللي تؤثر على الجرائم الإلكترونية، كيفية مكافحتها، شلون احنا شنو هي السبل من اكثر من ناحية، ناحية قانونية، من ناحية فنية، من ناحية التوعية والأويرنس، كل هذه الأمور تركزت. طبعا في اليوم بعض خلينا نقول المواضيع اللي كانت للأمانة شيقة. أحد المواضيع اللي هي موضوع الهوية الرقمية اللامركزية. وزارة الإعلام تساهم بشكل كبير في نشر الثقافة والوعي لدى العامة من خلال نشر توحيد الجهود وزيادة الوعي عبر وسائلها الإعلامية الرسمية لتجنب الوقوع ضحايا لعصابات الجرائم الإلكترونية. احنا اليوم قاعدين نقدم دور وزارة الإعلام في تنظيم الإعلام الإلكتروني منذ بدء في فبراير، صدور القانون في فبراير 2016 وممارسة أول عمل له في 24/7/2016، ومن بعدها تقدمت العديد من وسائل الإعلام وبناء عليه أصبح هناك تنظيم للوسائل الإعلامية الإلكترونية بجميع أنشطتها كصحافة إلكترونية أو إخبارية أو وكالات أنباء إلكترونية أو مواقع وسائل إعلامية وتجارية إلكترونية. ومن بعدها طبعا نبين ما هو دور الإعلام الإلكتروني وأخلاقيات الإعلام الإلكتروني اللي يمكن أن تعمل من خلالها وسائل الإعلام الإلكترونية، لأن هناك مسؤولية كبيرة. اليوم الخبر أصبح مهم جدا، ووسيلة الإعلام الإلكترونية ممكن من أخطر الوسائل اللي تمارس نقل الأخبار، لأنها تنقل مباشرة من المرسل إلى المرسل إليه ويستقبلها مباشرة. إحنا دورنا طبعا في هذا المؤتمر أن يكون نبين هذه الجهود التي قامت فيها وزارة الإعلام منذ العمل في 2016. المؤتمر تضمن ورش عمل يتم من خلالها عرض أبرز التحديات والمهارات الدفاعية ضد الهجمات الإلكترونية وتوضيح دور المؤسسات في مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن الوطني. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.